شكرا ماليزيا الذي قدمت لنا هذه المدرسة الرائعة. نشكر الشعب الماليزي على تقديم هذه المدرسة الرائعة. مرحبا. أهلا. شو اسمك أنت؟ عمر طفرج. ماهر رفاعي. كيف أبناء المدرسة؟ جيدة رائعة. الحمد لله رب العالمين جيدة. شو أحلى شيء عم تساوي هون بالمدرسة؟ حصة العلوم. عم نساوي نشاط ومادة الحاسوب أكثر شيء عم نتعلم الحمد لله، ونحب مادة الحاسوب أهم. أنا أفضل عن كل مواد مادة الحاسوب. نحن الآن في مدرسة صناع المجد وقد شارف العام الدراسي على نهايته. بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا الكثير من الإنجازات في هذا العام الدراسي، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم رفع سوية الطلاب العلمية بشهادة الأهالي الموجودين في المنطقة، وقد تركت المدرسة الأثر البالغ الإيجابية في نفوس الطلاب والأهالي بالمنطقة بشهادة الطلاب وبشهادة الأهالي. المدرسة بفضل سبحانه وتعالى كان لها أثر إيجابي كبير، وقد انتهى العام الدراسي الحمد لله، ولكن كان هناك تخلله الكثير من العطل بسبب القصف المتواصل على المنطقة. نشكر الشعب الماليزي الحمد لله الذي أنعم علينا بهدية الشعب الماليزي بهذه المدرسة الرائعة جدا. شكرا ماليزيا، شكرا سيريا كير.